على بركة الله متابعينا متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا النقل المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. معنا واحد السيدة كتعاني من مجموعة ديال الأمراض، كتعاني من القلب، كتعاني من طونسيون، كتعاني من مرض السكري منذ سنين، والآن دروها عويناتها. شحال ديال مدة تقريبا وانت ما كتشوفي شلال؟ عامين دابا عامين تقريبا عامين ما بقاش كتشوف حتى شي حاجه، فقدات الضوء ديال عويناتها بمره من بعد سلسله ديال العلاجات ولي كونسلطاسيون مع الطبيب. نصحوها باجراء عمليه جراحيه على عينها بجوج. التكلفه ديال هذه العمليه الجراحيه على عينها وصلت لجوج المليون ونص. ما عندهاش منين تبدا، ما عندها لا باش تكون لا في المصاريف ديالها ولا بالمصاريف ديال العلاج ديالها. غنخليكم معاها على المباشر باش تعرفوا الحجم ديال المعاناة ديالها والأمراض اللي كتعاني منهم. تفضلي يا لالا. شدي من عنده اللوز. شد عند شوية عند. المشكل اللي عندك بدات. السلام عليكم. أنا عندي مرض العين، عندي العين ما تنشوفش، وعندي مرض القلب والسكر. شحال ديال المدة وانت كتعاني من هاد الأمراض ديال عيني، ديال كل شيء. كلشي السكري شحال هو فيك السكري؟ السكري فيا هادي شي 40 عام. 40 عام وانت كتعاني؟ وانا تنعاني. كتسواني كديري شي علاجات؟ تندق غير البراوات الانسولين. الانسولين عندي 3 البراوات، عندي وحده في الصباح، وحده في 12، وحده في الليل. وبالنسبة للقلب؟ القلب تنشرب غير الدواء ديالو. شحال ديال المدة وانت مريضة بالقلب؟ جوا شي عامين ونص وانا تنسواني على القلب، و تيخرجوا لي غير الدواء تنشريه. الدواء ديالو غالي شوية؟ هو غالي، كاين توصل 10 آلاف، يوصل عاوتاني 20 ألف ريال. كاين الدواء اللي نوصل الدواء يقول لي الطبيب كملي تبعي 3 شهور ورجعي عندي. ترجعت تاني عند الطبيب يدوز لي نفس المشكل، تكتب لي عاوتاني الدواء. ما كاينش اللي يعطيني الدواء ديال القلب ولا حتى حاجه، ما تعطيوش ليا، غير تنشريه. وبالنسبه للعينين شحال انت دابا كتعاني بعينيك؟ العينين راه مشاو، هادي شي كنت نشوف بالعين اليسريه شويه، العين اليسريه جرت العين اليمنيه. لو ما بقيتيش كتشوفي بصفه نهائيه؟ لا ما تنشوفش كاع. مرة مرة ما تنشوفش. كديري أدوية على عينيك؟ لا والو، عمرني ما درت الدواء. تبعت في السبيطار ديالنا ديال الصوفي، خرجوا لي شي تقاطر، تنتبع. درت الراديو، ملي عرفتني الطبيبة ما عنديش، صافي قالت لي غير سيري تبعت التقطيرة، ما داروا معايا والو في الصوفي. عاوتاني مشيت لـ20 غشت، نفس المشكل، تبعت عاوتاني في 20 غشت، كيدوزوا ليا. تيخرجوا لي غير التقطيره، هي النمره التليفون راه تيخرجوا لي غير تقاطع. صافي تنقطر عينيا، صافي تندير التقطيره هاك والتقطيره هاك، توك تقاطر تيحرقوني. ما جابوش شي علاج؟ ما جابوا حتى شي علاج هذوك التقاطر. نصحك دابا الطبيب باش ديري عمليه جراحيه. قال لي لا لا، ديري لي ديري، خصك ديري الريجيم. ايوا الريجيم كديري؟ والريجيم تنديرو مره، ولكن ما داك اللي غيقابلها ما كاينش اللي غادي يقابلني. مرت ولدي نوبه تدق لي، نوبه تعمر لي البرا، نوبه تقول لك باغا تمشي بحالاتها. انا ما عنديش، عندي غير الدري ميت لي با، ومرت ولدي خدام، ما تيديني دوز ليا، ما تيشوف بيا، ما والو. يلا مقابلها واولادو. ايوا صافي، طيب لي داكشي اللي قسم الله، تتعمر لي البرا، تقول لك يدقيها، تندقها فين ما وانيني، تندق ديك البرا، نوبه تدقها ليا، نوبه تندقها راسي في الكرشي. صافي ايوا. بالنسبه للعمليه شحال تقريبا قال لك التكلفه ديالها؟ العمليه لعينيك طلبوا لي 2.5 في 20 غشت. 2 المليون ونص اللي طلبوا لي. وقال لك بان العمليه مضمونه؟ قال لي مضمونه عندك العمليه، ولكن قال لي خاصو يكون الخزان هابط، والسكر قال لي عادي عندك، هذاك عادي. مسألة العبارة هما كيعرفوا ليه. المهم هو ان العملية اللي درتيها كانت تكاليف موجودة، كانت الفلوس واجدة. درتي العملية، غترجعي تشوفي بعينيك؟ رجع نشوف بعيني.
نرجع نشوف بعيني. ايوا انا تنطلب منهم الله يجازيهم بخير اللي بغى يوقف معايا. انا راه ما عنديش، انا راه كاريه، خلاني الراجل في الكرامه ما خلى لي والو، ما كان غارديانه في المرسى. انت كاريه في المدينه القديمه في الدار؟ كاريه في المدينه القديمه في زنقه الصويره، الدار عندي 88 حدا المدرسه حدايا انا. ومن غير العلاجات ديال الدول، المصاريف اليوميه باش كتعيشي؟ باش باش نعيش، نوبة تناكل، نوبة ما تناكلش، نوبة ما مرت ولدي. تفكرك شي واحد راه هي هذيك؟ ما تفكرك شي واحد؟ ما فكرني شي واحد، هو هذاك ما فكرني شي واحد، رانا بركب داري، ما تنطلب من عند حد، ما تنخرج من عند حد، واخا ناكل غير الصوبه، لكن الخضره نقول لها دير لي غير الصوبه وعجني لي الخبز مسو صافي، ما عندناش داك المدخول ولا. ايوا هي مقابله وليداتها، مقابله واحد بنتها مريضه، عندها بنتها مريضه مسكينه، عندها فيليبسي كيتبوش لها العرق في الراس، يلا مقابله بنتها بالدواء، تخدم في الديور باش تشري بنتها الفانيد والدواء. والولد خدام صافي، نوبه يخلص الكران، نوبه يقول لك ما عنديش. ايوا عندي ما غندير اسيدي، هذا هو جهدي عليهم. انا ملي كنت بعينيا كنت نخدم عليهم، نخدم ونجيب، نخدم ونجيب، نكتب بصحتي. اذا دابا شنو الرساله اللي تبغي توجهي، الكلمه ديالك الاخيره الناس اللي كيتابعونا دابا، شنو تبغي تقولي لهم؟ انا بغيتهم يديروا لي العمليه العينيه، الله يجازيهم بخير، نولي هنشوف، بغيت يرجع لي ضوء عويناتي. هذه الامنيه ديالك؟ هذه الامنيه ديالي، هذه الحياه ديالي، ما نبقاش بحال هكا. الا بغيت غرفه الماء ما تنعرفش كيفاش نجبدو، الا بغيت غير الطواليت تديني ولدي الطواليت، نوبه لا عرفت الطريق ديالها نمشي لها، ما عرفتش شحال من خطره نبغي نطيح، واحد المريح دايره كوزينه شحال من خطره نطيح على رجليا. هادشي الاميه ديالي، انا بغيتو نشوف ضوء عويناتي، نطلب من عند المحسنين الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم يوقفوا معايا. هذا هو جهدي، هذا هو جهدي انايا. إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة الشعب، قناة شوف تي في، كما تابعتوا معنا في هذا المباشر، كانت معنا واحد السيدة كيف ما تابعتوا معنا مباشرة كما حكيت على لسانها بأنها كتعاني من مجموعة ديال الأمراض، منها الطونسيون، القلب، دابا العينين، السكري، وبزاف ديال الأمنية ديالها دابا الوحيدة والرسالة ديالها اللي كتبغي توجه للمحسنين، أن شي واحد يتفكرها من المحسنين على الأقل باش تجري العملية الجراحية، لأنه لا حول لها ولا قوة، عندها مجموعة ديال المشاكل الصحية، وعندها حتى الموارد المادية وباش تكون وباش تصرف على راسها، ما عندهاش بالنسبة للعلاجات، راه كتعالج يوميا، عندها مصاريف ديالها، ما عندهاش باش تقضي، الله غالب. وجهت رسالة عبر هذا المباشر، عبر قناة الشعب، قناة شوف تي في، لجميع المحسنين انهم يشوفوا فيها لوجه الله سبحانه وتعالى ويساعدوها باش تجري العمليه الجراحيه ديالها. هي كتسكن بالدار البيضاء بالمدينه القديمه، بالدار البيضاء. الرقم الهاتفي ديالها هو 06 97 10 07 26. الرقم ديال الهاتفي هو 06 97 10 07 26. اللي بغى يتواصل معاه هذا هو الرقم الهاتفي ديالها، والبلاصه فين كتسكن هي جات الان ضيفه عند احدى صديقاتها اللي كتعطف عليها وكتعامل معها بمدينه المحمديه، ولكن السكنه عندها بمدينه الدار البيضاء بالمدينة القديمة. اللي تواصل معها عبر هذا الرقم ويجي معها، يجي عندها عفوا المحل السكنة ديالها. إلى هنا أحبائي متابعينا، نكون قد أنهينا هذا النقل المباشر إلى مباشر آخر بحول الله. شكرا لكم.